مشكور اولا من عدم تسلم المستحقات نتاعهم منذ اشهر، وكنت انا ممول تاع المدرسه ما يستلمش المستحق تاعه، اذا ما غاديش نقدروا نطالبوه باش يوفي بالمقابل، معناه السلع كما جاءت في جدول الاسعار والادويه اللي نقدمها اولا، ولا الالتزام بالبوند. هي كلمة لأحد النواب بالمجلس الشعبي لولاية عين تيموشنت حول صفقات مشبوهة في تمويل المطاعم المدرسية، أمر دفعنا لتقصي الحقيقة ولنكشف المستور. صفقات بأسعار وحدوية لا تتجاوز الدينار الواحد حسب ما تبرزه هذه الوثائق الحصرية. وثيقة أخرى تكشف اعترافاً من ممولين حول وجود ما أسموه بالتلاعبات في عقد الصفقات وتمويل المطاعم بطرق غير قانونية بعاصمة الولاية. كانوا من 2017 يسالوا ما خلصهمش، جيريتي دالور وجريت معاهم ونط معاهم كل شيء معايا انايا، جريت معاهم ونط معاهم خلصتهم من بارتي، وباقي لا دوزيام بارتي ان شاء الله بحمد الله غادي نسقدوها لهم ونخلصهم ونوقف معاهم كراجل. لي 14 كونتين درت 14 جيستيونير، ولي جيستيونير من درت عليهم قعدوا كاع يشكوا لي واحد يجيب خضره، قلت لهم ها القرار اللي يجيب خضره مشي بها قيسوها له بالمتين، قلت لهم وزيد من الفوق اللي زعما يجيب سلعه التفاح قد هكا ديروا البوند ليفريزون، وهاد البوند ليفريزون بلعب بها باش السلعه لا فان دو موا من خلصها خلص على الشيء اللي جابه، ونزيد نبيناليزيه على الشيء اللي خلى لي الباص داك النهار مشي لي ياورت وكل شيء. في وقت يتجاوز فيه سعر التفاح الممتاز مثلا عتبة 300 دينار جزائري لا يتعدى سعره نصف دينار في وثيقة الأسعار الوحدوية التي حصلت عليها النهار بصفة رسمية. صفقة هكا تاع 0 دينار 50 تلغى. مام نظروا مليح سيد الامين العام قال راه يدير تحقيق على هذا، قال لك لي فورنيسور اللي راهم دايرين صفقات بهذه الطريقه قال لك يتنحوا ما يقعدوش. ها هو دوك الفورنيسور اللي يدير لك صفقه كيما هذه اللحم راه يدير 115000 ل 120000 كيلو ويقول لي نجيبها لك ب 200 دينار للكيلو، هذه زعما غير منطقيه. وثائق حصريه تكشف المستور في صفقات مشبوهه أشار إليها نواب بالمجلس الولائي تستوجب تحرك الجهات المعنية للتحقيق فيها مراعاة لحقوق التلميذ ولخزينة البلدية التي تشكو حالها في كل مرة.